الجذب السياحي للأفراد والعائلات لواجهة الخبر البحرية طبعاً التي طبعاً أدرجتها الهيئة السعودية للسياحة مع الدمام والأحساء ضمن أكثر من 17 وجهة في موسم شتاء السعودية. الحديث أكثر عن هذا الموضوع طبعاً يصرنا أنه يكون معنا الضيف أو المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية أستاذ محمد الصفياني. أهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحكم جميع وصباح جميع السادة المشاهدين، ورحب فيكم جميعا. يا هلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. بداية لو تحدثنا على مراحل تطوير مشروع الواجهة البحرية في الخبر، وما هي أهم المراحل اللي حيمر فيها؟ طبعا الواجهة البحرية في الخبر تضم ثلاث مراحل بالإضافة إلى الواجهة البحرية الموجودة بالإضافة إلى مشروع الكورنيس الجنوبي، ولكن دعنا نتحدث عن المراحل الثلاث لكورنيش الخبر الشمالي. انتهت الأمانة من المرحلة الأولى والثانية، وقبل حوالي أسبوعين تم افتتاح المرحلة الثالثة من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية، والتي تأتي تزامنا مع بدء إجازة منتصف العام. طبعا هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات وبرامج أمانة المنطقة الشرقية السماوية اللي تستخدم المواطن والمقيم، وتساهم أيضا في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويتماشى أيضا مع برنامج جودة الحياة 2020، والذي تعتبر إضافة جيدة للأماكن السياحية في المنطقة، وتعزز أيضا من مكانتها على الخارطة السياحية. طبعا هذا المشروع يضم في طياته الكثير من عناصر، يصل طوله 1200 متر وبمساحة إجمالية 138 ألف متر مربع، تحتوي طبعا على مسطحات خضراء تزيد مساحتها على 25 ألف متر، وبالإضافة الأشجار والورود. كذلك هناك ممشى لمحاذاة البحر وكراسي أيضا للجلوس، ومجموعتي ألعاب أطفال تحتوي من ضمنها أيضا ألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة. كذلك رؤي في أيضا في تصميمه أن يكون متوفر في جميع الخدمات من مواقف سيارات ودورات. كما هذا هناك إضافة جميلة لهذا المرحلة الكورنيش، وهو منطقة بلازا بمساحة 2300 متر، هذا بالإضافة تخصيص مساحة نحو 20 ألف متر مربع للمشاريع الاستثمارية في الكورنيش، وهو ما حظيت فيه يعني القطاع الخاص في عملية التنافس على نيل هذه الفرص الاستثمارية في هذه المواقع الحيوية. طبعا تم توفير عناصر أيضا تجميلية وترفيهية وخدمات عامة للزوار من المقيمين والسياح. طبعا هذا المشروع أيضا يعد من المقومات الرئيسية لتحسين مستوى جودة الحياة في محافظة الخبر. والمشروع الكورنيش بمراحل الثلاث الأول والثاني والثلاث والثالث يتجاوز 3 كيلو 500 متر بمساحة إجمالية يعني تقدر بأكثر من 310 ألف متر مربع. ما شاء الله. جميل جدا أستاذ محمد. بالحديث عن التوطين طبعا في المجال أو في القطاع الخاص كذلك، كيف ممكن بيساعد هذا المشروع على تعزيز خلينا نقول الوظائف للفرد السعودي؟ المنطقة الشرقية حرصت على توفير الكثير من الفرص الاستثمارية، والتي سوف يعني تتيح الكثير من الوظائف للشباب والشابات السعوديات من خلال هذه الفرص الاستثمارية. ودعني أوضح جانب أحد هذه المشاريع، وهو بالقرب من الكورنيس الخبر الشمالي في محافظة الخبر، هو المشروع الأول الاستثماري النموذجي الأول على مستوى المملكة. طبعا هذا أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية القروية، وهي اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة طبعا مع وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص. سيتم من خلاله تطوير الواجهة البحرية بكورنيس الخبر، وهذه أطلقها سمو أمير المنطقة الشرقية مؤخرا. هذه المبادرة الوطنية تأتي تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص بالتنمية ودمج برامج سياحية أيضا وترفيهية وجودة الحياة، وتحقيق أيضا مفهوم الاستدامة المالية عبر النماذج الاستثمارية. طبعا ستساهم هذه المبادرة في فتح الكثير من الفرص الاستثمارية وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال دعم الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية أيضا.
والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة في المنطقة، ودعم أيضا ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمية بجودة الحياة. طبعا هذا يتكون من عناصر كثيرة، هذا المشروع الاستثماري والذي صحيح. يقع على مساحة صحيح. 65 ألف متر مربع، منها مارينا ومرسل يخوت وأيضا وفندق نوعي ومطاعم ومقاهي ومراكز للتسوق والاستجمام والاسترخاء صراحة. وأيضا ساحات وأنشطة متعددة الاستخدام، وسيكون المشروع الأول بمشاريع الشراكة مع الأمانة المنطقة، وسيعزز من ثقافة مشاركة القطاع الاستثماري في تنمية المناطق على مستوى المملكة. ومن خلال هذا المشروع سوف يفتح العديد أو المئات من الفرص الوظيفية للشباب وشابات المنطقة بالله. أكيد طبعا، وكلنا فخر صراحة بكل ما تقدموه، مجهودات جبارة خليني أقول، وأنا صراحة تحمست أن أنا أطلع على الشرقية. يعطيكم العافية على مجهوداتكم الجبارة القوية. شكرا لك أستاذ محمد الصفيان، نورتنا وأثريتنا، وقد إيش ساعدتنا أنك أنت تنور بصيرتنا في واجهة الخبر. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لكم.